السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. قبل ما نتكلم على موضوع اليوم، ما حبيت نهنئ المنتخب الوطني بالتاهل التاريخي بتسع نقاط بدون خساره، بدون هدف في الشباك نتاعو، كلين شيت 6 اهداف 0 اهداف ضده، يعني علامه كامله للمنتخب الوطني. هذه 3 9 نقاط ما تحققتش الا في 1990 في كاس افريقيا بالجزائر، يعني بدون هزيمه. الف مبروك للمنتخب الوطني. تالق الفريق الثاني كما يقولوا الاحتياطيين، هنا اثبتوا باللي ما كانش فريق ثاني وفريق اول، اللي اللاعب اللي يكون جاهز في الفورما هو اللي يلعب. هذا شيء جيد وشيء يحسب الجمال بالماضي، الشجاعه نتاعو والتفكير نتاعو انه باش يشارك اللاعبين كامل يشاركوا باش يكونوا في الفورمه، شيء جيد. تالق لاعبين كما مثلا عواد ادم والناس اللي خرج رجل المقابله، اسلام سليماني العائد بعد مده طويله الى سكه الاهداف، وبهدف اسلام سليماني راح يقلق نوعا ما بغداد بنجاح اللي في 3 مقابلات ما سجل الا هدف ضربه جزاء. هذا يخلق المنافسه، والمنافسه جيده للمنتخب الوطني. انا بالنسبه لي احسن بوداوي ايضا اللي دار مقابله مقبوله، ضيع صح كرات، نقدر نقولوا نقص الخبره التجربه هي اللي خلاته نوعا ما يرتبك، لكن دار مقابله مقبوله. انا اللاعب اللي عجبني واللي الناس ما تكلمتش عليه والصحافه ما تكلمتش عليه، اللي كان نقطه، اللي كان لاعب يعني في الرواقه نتاعو بواحد ما فات، هو مهدي الزفان. مهدي الزفان اللي بالنسبه ليا دار مقابله كبيره رغم ضعف المنتخب التنزاني، بصح مهدي الزفان دار مقابله دفاعيه رائعه، يعني الحقيقة باش نقولوها هذا اللاعب دار مقابلة كبيرة، مهدي الزفان لازم نتكلموا عليه. إذا خوتي مبروك للمنتخب الوطني، إن شاء الله مزيد من التألق. نرجع لموضوعنا، موضوعنا هو منتخب غينيا. منتخب غينيا، الناس لما طحنا مع منتخب غينيا بدات الكلام، قال لك خلاص راح نلعبوا لافينال، راح نلعبوا الكاس، غينيا حصالة، ونساو باللي منتخب غينيا هو الشبح الأسود الجزائري. العقدة نتاعنا هو غينيا. غينيا فاز علينا في 5 جويلية في 2007 الله أعلم، في تصفية كأس أفريقيا 2008 فاز علينا بهدفين لصفر وأقصانا. منتخب غينيا أقصانا. جانا للجزائر نلعب معنا مقابلة ودية شكلية، مقابلة ودية شكلية بغياب نجوم نتاعو، فزنا عليه بهدف صفر في وقت الكراس بصعوبة. هدف صفر بصعوبة، وضيع العديد من الأهداف وفي غياب النجوم نتاعو. غينيا اللي ظن باللي سهلة يعاود حساباته. صحيح منتخب نتاعنا لحد الساعة مشرفنا، بصح حذاري وثم حذاري وثم حذاري. أنا واحد من الناس كنت نتمنى نطيح مع الكونغو نجي دوزيام ولا دوزيام، كيما السنغال طاح مع أوغندا، أوغندا ولا غينيا. وغندا يلعب نوعا ما عندوش نجوم، يلعب كرة شوية فوضوية نقدر نقولوا، لكن غينيا عنده نجوم يصنعوا الفارق، عنده نجوم يصنعوا الفارق. عنده في الدفاع شقيق بول بوغبا، فلورون بوغبا، مدافع سانتيتيان، مدافع في الالتحامات قوي، مدافع في الكرات العالية يديها كامل حذاري. صحيح دفاعهم يقولوا دفاع ثقيل وحنا الناس تتحدث، بصح حذاري حذاري حذاري. فلورون بوغبا مش سهل. وسط الميدان ما تحكيش، نابي كايطا ما كاش ما يعرفش، نابي كايطا لاعب ليفربول، الناس تقول مصاب وما يلعبش وخلاص راح. مصاب صحيح، بصح لما يتعلق الامر بمقابله مصيريه مع الجزائر برجل وحده، برجل وحده يلعب، برجل واحد يجيك يلعب، يجيك يجري يلعب. شكون الاخر؟ لاعب نابولي امادو دياوارا اللي راه يعتشريه روما اوفيسيال. امادو دياوارا لاعب نابولي وسط ميدان نابولي،
عاد تشريه روما على جال الجوار نتاع هذاك تاع المليو نايغونال نينجا نايغونال ولا شو اسمه. ردوا بالنا هذيك مش سهل اتونسيون هذاري بركاونا من الغرور ماناش دينا كوب دافريك مازال صحيح رانا مرشحين بعد ما الناس نحاتنا من ثوب المرشح عدنا ذوق الان لقب واحد الجزائر مرشح لنيل كاس افريقيا مش ذهب بعيد بصح هذاري انا تمنيت نلعب مع اوغندا نجي دوزيام ونلعب مع اوغندا وما نلعبش مع غينيا حقيقه نقولوها ماذا من ما نزلش نخافوا من حتى منتخب ما يخوفنا حتى منتخب ني غينيا ني كوت ديفوار ني مالي بصح الحذر واجب ونقول لكم علاش الحذر واجب دوكا نجي نكمل لكم علاش الحذر واجب كاين امور خارج كره القدم راهي صاريه في المنتخب الوطني لازم نتكلموا عليها دوكا نجاوب بشوي اما دي ديورا لاعب معروف لاعب نابولي ولاعب لعشري لا روما بس جيب نايغولان في بلاص نايغولان يعني وسط ميدان لا روما تلعب في الدوري الايطالي وسط ميدان ولا مدافع راك توب نابي كيطا غني على التعريف ابراهيم تراوري لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ ابراهيم تراوري ثاني فنان يلعب رجل يسرى يلعب كيما والناس ومحرز لاعب فنان يتعب ويغاردي البالون مليح ويتعبك يلعب في الهجوم وسط ميدان هجومي يلعب بوست والناس محرز لاعب مش سهل ابراهيم تراوري لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ اساسي في طول العام مع بوروسيا مونشنغلادباخ ماهوش لاعب احتياط اللي يحب الاحصائيات يروح لجوجل ويشوف ويبحث ويشوف قداه لعب هذا مع بوروسيا مونشنغلادباخ ماهوش يلعب دو ماتش تروا ماتش لا لا يلعب اساسي في بوروسيا مونشنغلادباخ نفس الشيء خوبوغبا المدافع تاع خوبوغبا نابي كيتا ثاني يلعب اما ديوارا يدخل فيه مدرب نتاع نابولي انشيلوتي الهجوم عندهم فرانسوا كامانو لاعب بوردو ثاني يتعب في الهجوم وبلا ما ننسى ايضا مهاجمين اخرين يعني يلعبوا في الدوري الاسباني يلعب في كاين يلعبوا في الالشي كاين يلعب في خيمينيس الاسباني كاين يلعب في الدوري البلجيكي كاين هم مهاجمين طوال ومهاجمين اقوياء وعندهم لياقه بدنيه عاليه ردوا بالنا نروح الامور اللي خطيره اللي ممكن تضر المنتخب الوطني قلنا الغرور مقبره النجوم هو الغرور تغروا ياسر نعشيو نطيحوا في الدوره 16 مش الدوره الربع نهائي ونصف الدور 16 يعني كاننا رحنا في النسخ القديمه هذا ورانا عنشاركو هذه بدايه المشاركه هذا وحنا نلعبوا كوب دافريك لان كوب دافريك كانت 16 فريق وحنا دوكا راه تأهلنا 16 فريق الدور 16 يعني هذا هو نعشاك امور اخرى يعني من اشتهاش كاين دخلاء يلعب روحهم فنانين ويلعب روحهم تاع تهريج مهرجين وفنانين اشباه فنانين ومهرجين وتاع سبيش وتاع الضحك عادوا داخل المنتخب ماهمش يشجعوا يشجع الله يسهل عليه يروح على كونطوه ويشجع المنتخب الوطني في المدرجات سواء مراه ولا راجل ولا طفله ولا الله يسهل عليها مي هذم الدخلاء المهرجين واشباه الممثلين يدخلوا داخل معسكر المنتخب الوطني هذه كارثه يا صاحبي وينك يا جمال بالماضي ممنوع نتلاقاو في الملعب في الزوميكس مع مقبوله بصح باش تدخل لي للمعسكر وتصور معايا وتقصر معايا صاحبي مش كيما هكا مازلنا ما ديناش كوب دافريك والكل لحقنا حتى الديمي فينال ودرتوا هذا الشيء والله مقبوله لحقنا نصف النهائي وداروا هذا الشيء وجابوا المهرجين هذا يصوروا معاهم ولا جابوا اشباه ممثلين ودخلوا حتى المعسكر نقولوا مقبوله صح رانا دو 16 كاننا رانا في النسخه اللي فاتت والنسخ اللي قبل كنا في 16 فريق شاب يعني كاننا هذا هو عندنا بدو كاس افريقيا ما درنا والو صحيح احنا مرتبه الاولى صحيح درنا كاس لحد الساعه بدايه رائعه صح الناس هذا هو راهي تبدا دو 16 راه كانك هذا بديت تشارك 24 فريق راهي النسخه الجديده ردوا بالنا انا قلت نعاود تمنيت لعبت مع اوغندا وما لعبش مع غينيا حذاري 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 كي نقول حذاري مش نقول باللي خلاص رانا تقصينا وغينيا احسن منا لا
كلش وارد في كرة القدم، قادر تكون في مش في نهارك غينيا تربحك، قادر تكون غينيا مش في نهارها تربحها. ما ننساوش ايضا غينيا عندها مدرب معروف بول بوت، هذا مدرب البلجيكي كان يعرف خبايا افريقيا، درب بوركينا فاسو وحق معها لافينال، الحق لافينال مع بوركينا فاسو وخسر بهدف صفر بصعوبة. غينيا ايضا فازت على بوروندي اثنين اللي ربحنا اللي تعادلنا معها في مقابلة ودية، فازت عليها هدفين بصفر، تعادلت مع مداغشقر، مداغشقر رجعت بقوة وربحت نيجيريا. كلش وارد كرة القدم، كلش وارد. بول بوت هذا الناس اللي ممكن تضحك تقول لي يا ولدي بول بوت جالي اسمه مدرب، لا 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 ما عدناش احنا لاعبين في البطولة، هذا شيء معروف، هذا كوكايين شيشة شيء اللي عارفه والناس كل تعرف الشيء هذا. لو عدنا لاعبين كنا قادرين نديروا حاجة، رغم ان اتحاد العاصمة باللاعبين ضعاف اللي عندها لحقت في الوسط نصف النهائي مع المدرب هذا وخسرت مع الوداد المغربي اللي دا شامبيونز ليغ، يعني بول بوت العلامة الكاملة ليه. ردوا بالنا، حذاري، مدرب محنك يعرف خبايا افريقيا، يعرف يقرأ الخصوم، ماهوش مدرب سهل، لاعبين محترفين يلعبوا في دوريات اوروبية معروفة، في نوادي اوروبية معروفة، منتخب الوطني حذاري من الغرور، نعاود ونقول حذاري، حذاري من الغرور، حذاري من الغرور، حذاري من الدخلاء اللي يدخلوا المنتخب الوطني وداخل في الغرف اللاعبين ويصور مع الحذاري، مش وقتها، رانا في الدور 16 برك، رانا هذا وين عشاكم في الكوب دافريك ديماراج، هذا وين يبدا كوب دافريك، لان كوب دافريك كانت في 16 فريق. حذاري، ردوا بالنا، بزاف ما درنا والو، كي نروحوا الديمي فينال نفرحوا، كي نلحقوا النصف النهائي نقولوا درنا انجاز نفرحوا، من حقنا نفرحوا، حتى الان من حقنا نفرحوا. صح حذاري، غينيا ماشي سهله، الغرور مقبره النجوم، حذاري ثم حذاري ثم حذاري. خوتي مش نقول باللي غينيا راهي خلاص ولا حنا ضعاف، لا، لكن ردوا بالنا، ما طمعوش ياسر، نقولوا ضعيف، اللي تحقروا يعميك، اللي تحقروا يعميك. فريقه ماشي سهله، وهذا من اللاعبين عندهم حنكه، لاعبين متمرسين، لاعبين يلعبوا في بطولات اوروبيه معروفه في نوادي معروفه. ردوا بالنا، ما نقولوش خلاص درنا كوب دافريك، كي نروحو الديمي فينال يكون كلام اخر. ردوا بالنا. في الاخير خوتي ملاقاتنا مع مازن الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.